السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا لاباس. جيسبر اي واحد راه يشوف هذا الفيديو يكون بيوم بصحه جيده. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش دير جام وابوني واكتيفي لا كلوش باش يوصلك كل جديد. كمل معنا الفيديو حتى النهايه خاوتي، مام زعما ما يعجبكش الفيديو الناس اللي تبغيني كمل الفيديو حتى النهايه باسكو لا شين راهي في الريسك. تما بلا ما نطولوا عليكم خاوتي نبدا الفيديو، فرجه ممتعه. وفي لافين تاع لا فيديو عندي لغز اللي حلها ندير الكومونتير تاعه في ستوري تاع لا شين. نبدا خاوتي الفيديو، فرجه ممتعه. يبقى واقف لي غابو الركايس بابا نعاودها غير سحاب وجايس حكايتهم فارغة غير هدرك جايز إجابته فايزة حالف يخرج فايز. في هذا المقطع فلان راه يقصد انه زعما اللي يروح له شخص عزيز محال اللي ينجم يكمل في هذه الدنيا ولا يبقى واق، وراه يقول ان هذا الهموم مجرد سحابه وفايته من بعد كل شيء غادي يفوت. انه زعما هذو العدين اللي راهم يهضروا فيه هضرتهم كيما هضرت العجايز، زعما يهضروا ما يديروش، ويقصد انه في الاخير هو اللي غادي ينتصر كاع عليهم. دنيا غدارة وما خلات لي والو، دنيا غدارة شقينا ما لقيناش، كل ما نبدا نصارح اللي كان يمشي في حالو كعيط طلعت حنا ما ريبونديناش. هنا راه يهضر على الدنيا اللي دات لها الناس العزيز ودات لها امها الله يرحمها. ومنطقيا الانسان كي يزرع لازم يحصد، وكي يشقى من اجل حاجه يليق زعما يلقى. فالتالي هو قال لك حنا شقينا وما لقيناش، تما كاع داك التعب اللي تعبه والشقى اللي شقاه خرج له في باطل. وقال لك باللي الناس كاع زعما يبغوك تكذب عليهم، كي تصارحهم ما يعجبهمش الحال. وقال لك باللي كاين الناس كي قلت لهم الصراحه حقدوا عليا وبغاو يسبقوني للعيب، بصح انا ما ريبونديتش وما درتش معاهم العيب. على بها قال لك عيطوا للعيب وحنا ما ريبونديناش. ماشي الليل حتى رجلي يحفى وكان بزاف طويل تراجي مكتوب ايدي فيا قول لي دايمين لوين حر الهم الصعيب لقي روحي فيهم ناجي. هنا قال لك مالغريتو مازالني مكمل طريقي ومازال ما حبستش. وزاد بانش لاين كي قال لك بحر المصايب فيه الناجي، في الحقيقه ما كانش بحر تاع مصايب، مي هو بغى يقصد انه راه غارق في وسط المصايب وراهي ناجي فيهم، زعما راهي حارب في المصايب. فاهمين راني متوحش صوتي لعنين ولدك غير حر حب يديروهم كاجي فرق لي ما تدوكا ولا سنين خدمه صحت لي باش نشوف ماما اجي. هنا يقصد انه راه متوحش يسمع الصوت تاع امه، انه زعما كي طير الحر ما ينجمش يعيش ماسور، بلا راهي باقيت له حرقه في قلبه كيما شافش امه كبيره وماتت وهي صغيره ربي يرحمها. بعيدة مرمي في بلاد بعيدة بعيدة لا شيخ على قبر الوالدة. هنا ثاني يقصد انها راه غايضاتها كي راه في الغربة وبعيدة على قبر امه وبعيدة على ابوه. همي دخلاني ونخرجو من الحون متوحش كنزي في العليا مدفون. هنا فلان يقصد انه زعما في بلاصة ما يروح يشكي لصاحبه همومه وكاع يخرج همه ملحون في الراب، يشكي همه في الراب وشبه امه بالكنز. متوحش كنزي زعما متوحش امه مدفونه في الجزائر، راكم فاهمين. قلبي كان حجره وكملها مطحون مشيت ما خليت لا بريا لا تليفون. قلبي كان حجره وكملها مطحون، زعما مهما قسحت قلبي وفي التالي تحطمت، معناها تعيا متقسح في قلبك وفي التالي تحطم في هذه الدنيا. هنا ثاني معنى على قوه الشخصيه، زعما مهما كثروا عليه الهموم قلبه ما ولاش لين حتى تحطم، قاعده حجره حتى وين تحطم، زعما شد في المبدا تاعها، راكم فاهمين. جاتني في دمار وانت غلط طماك قولي لي يا مان اليوم حسيت فراغ وداني تعمار. هنا ثاني بنش لاين، اليوم حسيت فراغ وبداني التعمار، زعما هذاك الفيد يعمره بالتعمار، واللي معناه باه ينسى هذاك الفيد اللي عنده في حياته وينسى الهموم يلق له يعمر، معناها يتعاطى. علاش اللوم؟ اللوم مادام حتى شي ما يدوم، دوم انا في العباد نصوم، صوم لاقي روحي وحدي اليوم. قال لك هنا ما عندي علاه نلوم مادام الدنيا فايته، وزاد قالوا هذا البنش لاين انا في العباد نصوم، هي احنا على بالنا بلي رمضان هو اللي يصومه ماشي الناس، معناها تا وليت نيفيتي الناس تروحي وحدي. بون هذا هو التحليل تاع اغنيه اليوم خاوتي، ان شاء الله يكون يعجبكم، ان شاء الله ما يكون الناس ثقال عليكم. اذا عجبك الفيديو ما تنساش جيم وابوني واكتيفي لا كلوش باش يوصلك كل جديد. واللوكس تاع اليوم خاوتي شرح لي هذا البنش لاين، كي نكتب بقلم رصاص لبس ودنيك الباربال من اغنيه الياس. هذا البنش لاين اشرحه لي في لي كومونتير. بيس. اكسليري فرم فرم طاو علينا قرابش بالمغارف بالبرم فس البالي خلي البالي بالي بوم بوم يوم تشوفوا شكون حيبقى حنا ولا هم. اكسليري فرم فرم طاو علينا قرابش بالمغارف بالبرم فس البالي خلي البالي بالي بوم بوم اليوم حتشوفوا شكون حيبقى فيها حنا ولا هم.